التعبير عن الرأي، التعبير عن الرأي مكفول وفق الدستور بالمظاهرات والتظاهرات، لازم تجوا فوق قانون. هسه عوفنا بالله، جاهم فاجأهم المالكي واجا، فما ملحقين يجيبون موافقات طلعوا. لكن أن تصل أن يتهمون من قبل السيد عباس المشوي بأنها محاولة لقتل المالكي بالطريقة اللي تمت بها قتل السيد مجيد الخوي، أنا شوي ما أتفق مع أخي أستاذ الموسوي، لأنه هذا يعني اتهام خطير طبعاً، وهو مثل ما يتحدث أنه مجموعة من المتظاهرين. كيف عرف نواياهم؟ كيف عرف الخطة؟ وإذا كانت توجد فعلاً خطة، ليش ما اكتشفت الأجهزة الأمنية؟ أي أنا أعتقد أنه مجموعة من المواطنين كفل لهم الدستور بالتعبير عن رأيهم، وهذا التعبير طبعا بالتعبير غاضب كان، وتعبير عن ألم، وتعبير عن معاناة، وسيما تنتشر في هذه المحافظات نسبة عالية من البطالة وحد عالي من مستوى الفقر، خاصة في هذه المحافظات الثلاثة. هواي مسؤولين زاروا هاي المحافظات، هواي مسؤولين زاروا هاي المحافظات، ليش ما تعرضوا مثل ما تعرض للسيد المالكي خلال هاي الزيارة؟ معاناتهم وصلت الذروة. شوف بصراحة على المسؤولين العراقيين والحكومة العراقية أن 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 تنتبه جدا إلى المزاج الصاخط. لولا معركة الموصل ربما حركة الاحتجاج تصل إلى مديات أكثر من هذا. يوجد سخط، يوجد عدم رضا، يوجد عدم قبول، ويوجد رفض شديد لهذه السياسات التي أنتجت خراب. يعني مثلا قل لي ماذا ينتظر أبناء الجنوب وهذه 13 سنة مرت ولم يشهدوا مدرسة عمرت، مستشفى ماكو داعي، كل الخدمة ماكو داعي للوصف. لا نعرفهم، نعم. كلنا نعرفهم وعايشين سواء بالجنوب أو بالغربية أو بكردستان، نعرفهم كلنا نعرفهم.